انخرطت المنظمة في الاستشارة الوطنية التي أذن بها سيادة الرئيس الأستاذ قيس سعيد، ومنذ البداية قررنا أن نقوم أو ننظم ورشات إقليمية، 4 ورشات إقليمية. انطلقت الأولى بتونس الكبرى، ثم الثانية بمدينة صفاق، ضمت كل ولايات الجنوب، واليوم نحن في الورشة الثالثة التي تضم ولاية القيروان، سوسة والمستير والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين. الغاية من هذه الورشات هو أولا مزيد التعمق في المحاور الخمسة التي وردت في الاستشارة، ثم محاولة حفز الهمم للمشاركة الفعلية في الاستشارة، وكذلك الاتفاق على ورشات جهوية ومحلية لمزيد يعني أكبر عدد ممكن في انخراطا في الاستشارة هذه. طبعا هو كل ما يرد في هذه الاستشارات سوف يكون المادة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي أورده سيادة الرئيس مشكور في الدستور، وهذا مكسب كبير إن شاء الله. ودعوتنا هي أن الشعب التونسي ككل يشارك في هذه الاستشارة ويبين الاختيارات التي نراها لإصلاح المنظومة التربوية والمدرسة، وخاصة المدرسة العمومية التي كانت ويجب أن تبقى المصعد الاجتماعي الأساسي. في الواقع التعليم تعرف أنه بصفة عامة، وهذا وانت تنزل الاستشارة اللي نعمله فيها اليوم بإذن سيادة رئيس الجمهورية بطبيعة الحال، حتى نتمكن من تأسيس في مرحلة ثانية المجلس الأعلى للتربية والتعليم، في حاجة أكيدة إلى المراجعة من حيث جميع المكونات النظام التربوي، من زمن مدرسي، من برامج مدرسية، من حياة مدرسية إلى آخره. احنا اليوم بطبيعة الحال تونس عرفت ومازالت ثروتها الوحيدة هي المادة الشخمة كما نقوله بطبيعة الحال. احنا نصدر عقول وفكر إلى جل بلدان العالم، لكن هذا ما ينفيش أنه اليوم عنا العديد من الهينات، العديد من الإخلالات التي يجب مراجعتها. ونحن اليوم في هذه الندوة اللي نظمها بطبيعة الحال التربية والأسرة في خضم هذا الموضوع، في خضم هذه الاستشارة، حتى ندفع بالمؤسسة التربوية اللي هي بطبيعة إذا نحب نأسس مجتمع سليم واقتصاد قوي لابد من مراجعة النظام المدرسي والمحتوى برامجنا. هذا علاش اليوم احنا موجودين هنا بطبيعة الحال. المشاركة إلى حد اليوم تعتبر مهاش بالطبيعة في حجم كبير برشا، وإحنا قاعدين بالطبيعة ندفع نحو هذا من خلال تنظيم أيام مفتوحة في جميع المؤسسات التربوية. لكن أنا نقولها بكل موضوعية، القروان اليوم إلى حد الساعة هذه مصنفة في المرتبة 18 من ناحية المشاركة، ما زالت ما تجاوزتش 10,000. نقول أنه إذا فما موضوع يهم جميع شرائح المجتمع التونسي هو موضوع التربية، ولابد من حث جميع المواطنين على المشاركة في هذه الاستشارة، لأن الاستشارة تعتبر هامة وهامة جدا، وهي بطبيعة الحال مش ينتج عليها أخذ قرارات كبيرة، ولا بد من المواطنين الكل باش يعطيوا بطبيعة الحال رأيهم في هذا، حتى تكون القرارات متاعنا قرارات سليمة وقرارات مجدية وقرارات صحيحة بطبيعة الحال. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.